بونجور اليوم لقيت قطيطات في المدرسة، دونك درت ليهم الدوش، غسلت ليهم شامبوان، كنت واحد دونك هما أربعة، راه وريتهم في الفيديو الأول. غسلت درت كندير لهم الشامبوان وغسلتنا ليهم، حيدنا ليهم بخوش صافا، بقاو زويونين كيلعبو. انتم بقاو معايا شوفوا الغسيل ديالهم، كيفاش غسلت ليهم وكيفاش مسحت ليهم، كيفاش حطيتهم في شميشه كينشفوا. كنت غندير لهم سيشوار ولكن ما بغاوش، كيخافوا، دونك درت ليهم غير الفوطه والشميشه وخليتهم تمايا. كانوا بصراحه مسخين، عامرين بالبريختات وديك الشيء، ودابا صافا الحمد لله. بقى ندير لهم الدواء، درت لهم الدواء، بقى ندير لهم الدواء تقريبا كل نهار نديرو لهم الدواء حتى يبراو. هادي باش كنشل، درت ليه الصابون، دابا شللت ليه. هذا صغيور، باقي صغيورين، ما عندهمش ماماهم وكيلعبوا بربعه بيهم وانسين وجالسين تمايا، دونك بقاو معايا هما زوينين بصراحه. كانت بقيتها زوينه، دوزتها معاهم وعجبوني. وشكرا للمشاهده، نهاركم مبروك.